من علماء السعودية تنصحون بالأخذ منهم؟ حبذا لو ذكرت لنا بعض الأسماء. أما الذي أنصح به والذين أعرفهم هو الشيخ بن باز حفظه الله تعالى، وكذلك الشيخ بن عثيمين حفظه الله تعالى، والشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى، الشيخ عبد المحسن العباد أيضا حفظه الله تعالى. نعم، ويذكرهم بالخير الشيخ صالح الفوزان، وأنا ما أعرفه يذكرونه بالخير، وكذلك أيضا بن قعود يذكرونه بالخير، فالله أعلم. نعم، فالمهم أنه ممكن أن يستنصح الشيخ بن باز في هذا، لأنه أعلم، وأنا بعيد عهد بتلكم البلد، والله المستعان. نعم.